السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج هيلثي لايف الرياضي. من خلال برنامجنا نقدم لكم فقرتين، الفقرة الأولى عبارة عن نصائح عن التغذية ونصائح عن التمارين، الفقرة الثانية نقدم لكم فيها مجموعة تمارين ومن خلال هذه التمارين نشرحها بالطريقة الصحيحة والخاطئة على أساس تستفيدون من التمرين بشكل كامل. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع وهو موضوع جدا مهم، اللي هو عبارة عن أهمية النوم وما هو تأثير على وما هو تأثير النوم على الجسم. طبعا أول شيء راح نتكلم عن الآثار السلبية لقلة النوم. طبعا قلة النوم راح يسبب آثار كبيرة للشخص. أول شيء راح يعرض الشخص للإصابات بسبب عدم النوم الكافي، وأيضا يسبب إرهاق حق عضلات الجسم وعدم إعطاء الجسم الراحة الكافية من النوم. وكذلك بالنسبة حق الأداء الرياضي، إذا تعرضت حق الإصابات راح يقلل لك الأداء الرياضي. أيضا الأداء الرياضي ما راح يكون بالشكل الصحيح. تلاحظ أي شخص ممكن أنه يمارس التمرين ولكن من دون حماس أو من دون تنفيذ التمرين بشكل صحيح بسبب قلة النوم، لأن الجسم مرهق تعبان ما عطيته كفايته، فبالتالي ما راح يخدمك في التمرين. وكذلك قلة النوم تسبب لك تخزن الدهون في الجسم بسبب عدم إفراز هرمون الجروث بصورة كبيرة، وأيضا إراحة الجسم، حركة الجسم، تناول الغذاء، هذه كلها راح تكون عادات سيئة بالنسبة حق الشخص اللي ما ينام كفاية من أو ما يعطي الجسم النوم الكفاية للجسم. أما بالنسبة حق اللي هو الالتزام الكلي في النوم، يعني أنت قاعد تنام باليوم 8 إلى 7 ساعات، هذا الجسم يحتاجه، هذا النوم الكافي الجسم يحتاجه. أول شيء راح يحسن لك الأداء الرياضي، راح تكون نايم مرتاح، جسمك مرتاح، فبالتالي بالتمرين جسمك راح يعطيك وتحسن من أدائك الرياضي، وبالعكس ممكن تقدر مثلا ترفع أوزان أكثر، تبذل مجهود أكثر، هذا اللي هو تحسين الأداء الرياضي. يبعدك عن الإصابات أو يقلل لك بصورة كبيرة من الإصابات بسبب أن الجسم خذ راحته كفاية من النوم، وايضا فبالتالي خذ الريكفري كامل، تمزق العضلات اللي انت بذلتها في التمرين، ريح جسمك وعاد الجسم على استشفاء العضلي بالكامل، ودخل مرحله عفوا استشفاء العضلي بالكامل، اخذها بالكامل، فبالتالي ارتاحت معك العضله او الجسم بالكامل، فبالتالي هني يقلل لك في عدد الاصابات. أما بالنسبة حق الدهون راح يساعدك على خسارة الدهون، لأن أثناء النوم الجسم يفرز هرمون الجروث. هرمون الجروث اللي هو راح يساعدك على خسارة الدهون، وكذلك راح يساعدك على الالتزام في الغذاء بشكل تام بسبب أنك تنام بساعات معينة وتصحى بساعات معينة، وأيضا الحالة المزاجية للشخص أثناء النوم كفاية في النوم، إذا ما نام حتى لو ينام فترة كبيرة تلقى الحالة المزاجية تكون عنده غير سعيد، فبالتالي أنت الفترة هذه فقط من 8 إلى 7 ساعات راح تحسن لك الحالة المزاجية، وكذلك تساعدك على خسارة الدهون وتساعدك في روتينك اليومي بشكل عام على أساس أنك تبذل المجهود وتمرينك وغذائك بشكل المطلوب. وهذا كان موضوعنا اليوم، إن شاء الله أتمنى الجميع استفاد منه. تابعونا من بعد الفاصل بتمارين جديدة. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل. راح اقدم لكم مجموعه تمارين راح استهدف فيها اكثر من عضلات في تمرين واحد. معاي الجهاز الموجود بجانبي اللي هو الدامبلز. التمرين الاول عباره عن تمرين اللي هو البوش اب زائد تمرين حق عضله الظهر اللي هي عضله اللاتس وعضله البيطان. اول شيء راح
يكون التمرين بهذه الطريقة. أثبت الجسم بهذا، أنزل من بعدها أصعد بهذا الشكل، أنزل واحد اثنين ثلاث، واحد اثنين ثلاث. راح استهدف في هذا التمرين عضلة صدر، تمرين البوش اب، تمرين عضلة الظهر اللي هو عضلة اللاتس. هذا التمرين الأول استهدفت عضلتين في وقت واحد في التمرين الأول. التمرين الثاني راح يكون كالتالي، أنزل بهذه الطريقة أيضا أحرك بهذا الشكل، بمعنى راح أنزل بهذا الشكل، لاحظ أثناء النزول أحرك الذراعين بهذا الشكل، أثناء الصعود أحرك الذراعين بهذا الشكل. هذا التمرين راح يستهدف لي عضلة الرجل زائد عضلة الذراع اللي هي عضلة الباي، لاحظ بهذه الطريقة. هذا التمرين الثاني. أما بالنسبة حق التمرين الثالث، أثبت الجسم بهذه الطريقة، أحرك الذراع بهذا الشكل، وأيضا مباشرة أحرك بهذه الطريقة، واحد اثنين ثلاث، واحد اثنين ثلاث. هذا التمرين الثالث. أما التمرين اللي بعده راح يكون كالتالي أيضا مع الدامبلز، أنزل بهذه الطريقة أيضا بهذا الشكل، تمرين اللنجز مع تمرين حق عضلة الباي. عدد الجولات 3 جولات في 10 تكرارات. طبعا بالنسبة حق التمارين اللي قدمت لكم إياها، هذه التمارين عبارة عن تمارين تساعد على رفع اللياقة البدنية وحرق السعرات الحرارية، وكذلك تساعد على تقوية عضلات الجسم واستهداف أكثر من عضلة في وقت واحد. فهذه كانت تمارين اليوم إن شاء الله، أتمنى الجميع استفاد منها. تابعونا بحلقات مقبلة بتمارين جديدة.